يقول السائل: لي أخت تزوجت على رجل هندي غير مسلم وأنجبت منه ولد وبنت وهما غير مسلمين، علما بأن أختي مسلمة وتقيم الصلوات الخمس، وهي الآن في دولة غير مسلمة في الدولة التي تربت فيها منذ طفولتها، فما حكمها؟ وهل يجوز لي أن أظهر على بنتها وبنات بنتها؟ لا يجوز تزوج المسلمة من الكافر، العقد غير صحيح باطل، قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، فهذا العقد باطل. أما البنات فهن بناتها، ما دامت ولدت هؤلاء البنات فهن الولد ينسب لأمه فهن بناتها، وأنت محرم لهن لأنهن بنات أختك، لكن لا تبقى مع الكافر، يجب الفصل بينهما في أسرع وقت ممكن. نعم.